شد لك قبل كده وسمعنا ده ما تعبناش معاه، لا نقعد نجيب اجنده ونقول 4 2 3 1 وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيتحرك ازاي وده بيسقط مكان ده لما ده بيطلع علشان خاطر المساحه، ما تبقاش فاضي. لا موسيماني مش بتاع الكلام ده، احنا لا بتوع اداء ولا بتوع تكتيك ولا بتوع اي حاجه، احنا بتوع طول ما هو بيكسب سيبه يعك زي ما هو عايز، لا شكل ولا شخصيه ولا اداء ولا حماس ولا روح ولا اي حاجه، سيبه طالع كسبان 2-0 قدام سان داونز. طب ما انت كنت ممكن تكسب 2 أو 3 مستريح لو هاجمت ولو كان عندك شخصيه بما انك البطل وبتدافع على البطوله بتاعتك. لا احنا نازلين بندافع نلعب على المرتدات، بنلعب كوره طوليه، مرعوبين وخايفين من سان داونز. سان داونز اللي جاي اساسا هيلعب البطل، ومع ذلك البطل كالعاده خايف عشان البطل بيقلق في الماتشات دي، عشان البطل عنده مدير فني جبان، علشان البطل ما عندوش خط هجوم محترم، عشان البطل دايما عنده حسين الشحات بيلعب ماتشاته اساسيه كلها وانت مش عارف حسين ليه بيلعب اساسي، علشان طاهر محمد طاهر النهارده في كوره ولقطه جماليه يعملها لك زي مباريات كتير قوي بتلاقي ان انت سايق وما عندكش اي حاجه، فمهارات لعبتك الفرديه بتقدر ان هي تسهل عليك الماتشات، بس انت برضو بتقرر تصعبها عليك تاني وترجع تدافع تاني وترجع تستقبل اللعب تاني وتعتمد على حظك شويه، زيك زي سولتشاير كده عندك دخيه بيشيل، انت بقى عندك محمد الشناوي بيشيل. محمد الشناوي النهارده كان عالي جدا جدا، والشناوي كان في اقصى تركيزه النهارده، فطبيعي ان الشناوي يكون واحد من نجوم المباراه. الشوط الثاني قررت انك تعمل تغييرات، قررت انك تكمل بنفس الطريقه هي تعمل مرتدات، بس المشكله والفضيحه الاكبر كان في تغييراتك، تغييراتك جونيور اجاييه اللي بقاله شهرين مصاب رجعته وحطيته اساسي النهارده على حساب كهربا، يعني جونيور اجاييه بينزل وبيتغير وبيلعب وكهربا عادي ما بيلعبش ولا بياخد اي وقت خالص. تقرر ان انت ترجع والتر بواليا، الوالتر بواليا كان بيتقال عليه ان هو بيتدلع في التمرين، ترجع انت والتر بواليا النهارده. والتغييرات اللي انت عملتها تاني كنت بتحافظ على لعيبتك اللي هي واخده انذارات من كتر الضغط عليها، خط الدفاع بتاعه كله طالع واخد انذارات علشان حرفيا انت مش بتهاجم خالص، فالاثنين مساكين بتوعك ياسر وبدر كانوا واخدين رامي وبدر اسف قبل ما ياسر ما ينزل، وايمن اشرف كان واخد الظهر، لينا ضربه جزاء، الكوره كان فيها طرد لاونيانجو، وفي ناس قالت لك شوف ربنا وشوف حظ ربنا، لفت في الاخر كده الشوط الثاني اونيانجو غلط غلطه عبيطه كده وقدر صلاح محسن ان هو يسجل هدف ثاني. طب انت مستمتع ان احنا طالعين كسبانين النهارده 2-0 قدام سان داونز؟ بص هو المكسب حلو، بس فكره ان احنا نطمس هويتنا علشان خاطر بنكسب دي خدها من مشجع برشلوني حضر الفتره دي تماما مع برشلونه، فتره ارنستو فالفيردي وفتره بدايه فقدان الهويه، اللي بيحصل في الاهلي ده بدايه فقدان الهويه مع بيتسو موسيماني، ما تفرحش انك بتكسب، ما تفرحش انك وانت سايق ومفيش خطه ومفيش اي حاجه بتكسب، اعرف ان الوقعه هتيجي طول ما انت بتعك، انما ما تفضلش تعك وما تفضلش سيء جدا وما تفضلش محدش فاهم التغييرات ولا حد فاهم احنا بنلعب 4 2 3 1 ولا 4 4 2، ما تفهمش ان انت تفضل ماشي معاك كده على طول، افهم ان في تجربه حصلت قدام عينك وكنت دايما بتشوفها بس في نهايتها كانت نهايه سيئه جدا، بص دايما للنهايه دي وقول لا احنا الاهلي احنا البطل، احنا فرقه مفترض ان هي بتدافع عن بطولتها، فرقه مفترض تكون كل الفرق خايفه منها، انما انت لا انت نازل مرعوب من سان داونز، نازل خايف من سان داونز، وكان سان داونز ده يعني اشبال البرازيل كده، فريق فيه رونالدينيو وفريق فيه رونالدو وفريق كمان فيه روبرتو، لا هو فريق عادي جدا ممكن تكسبه، بس لو انت كنت عندك شخصيه المكسب يا راجل، انت طلعت فريق زي سيمبا التنزاني ده اول عليك وطلعت ان هو فريق عالي جدا مع انه كان فريق سيء، واول ما لعب قدام فرقه نوعا ما محترمه طلع خسران 4، المشكله عندك انت من البدايه، المشكله مش في قوه الخصوم، المشكله ان انت مش شايف قدامك، ولما الواحد بيطلع يتكلم ويقول كده لك لا انتوا بتكرهوا الفرقه، انتوا بتكرهوا موسيماني، انتوا مشكلتكم مع موسيماني. انا مشكلتي مع موسيماني ان الاهلي ملوش شكل، مشكلتي مع موسيماني هو سوء قرايه ماتشات، سوء اداره ماتشات، سوء شكل فريق في الملعب، ده مشكلتي مع موسيماني. مشكلتي مع موسيماني برضو ان شايف ان كل المشاكل البدنيه دي يسال عنها المعد البدني بتاعه، مش يسال عنها تلاعب ماتشات او اي حاجه، ويسال عنها برضو تدور اللعيبه. في كل حاجه بتحصل في الاهلي عنوانها بيتسو موسيماني، فلما بيجي يكسب انت بتفضل مكمل معاه قاعده تسيبه يكسب طول ما هو بيكسب يعمل اللي هو عايزه، انما ده انا بقولها لك يا ابن الحلال الموضوع هيبقى صعب بعدين، نفرح النهارده كسبان النهارده الف مبروك، بس قلق من الطريقه اللي احنا بيتم اداره الاهلي بيها حاليا جوه الملعب من بيتسو موسيماني علشان خاطر الانهيار كده كده جاي مع الاسف.